جبال قرقر ومن على طول الوقت فخناضات حمية زمن الرياح طوحات خلي عدام جلية وليلها. أنا اليوم جينا هنا لمعبر القرقرات مرافقين بعد المنظمة الهلال الأحمر المغربي والمجتمع المدني والناس اللي كيجيو هنا، وجينا تقريبا دوزنا واحد النهار جميل جدا في هذا الجو الصحراوي اللي هو جميل جدا. المعبر القرقرات باش نقول لخوتي المغاربة راه هو إنه آمن جدا، الحركة مزيانة عادية، الناس كيدخلوا الشاحنات كيخرجوا، السلطات الجندرم الدرك القوات المسلحة كل شيء هضرنا معاهم قال كل شيء آمن، وحنا شفنا كل شيء، هذا الشيء ما كاين لا خوف لا هلع على والو، غير هناك انه هذوك غير كيحيدوا شي الغام ديالنا ديال العسكر ديالنا كيحيدوا شي الغام ديالهم باش ما يتخلعوش الناس، هادو حنا ولفوا عليهم هما هنا كيحيدوا شي الغام ديالهم، مي الحمد لله كل شيء آمن، ما يقدرش شي واحد يدخل لانه هناك مأمنين هذا المعبر. ومن هذا المنبر غادي نقول للمغاربه ما تبقوش تصدقوا ديك 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 الصحافه التافهه، ديك الصحافه اللي كتنقل لكم الاخبار المزيفه، من احسن حاولوا كلكم تبلوكي، ولكن انتم شعب كتبغيو المغرب ديالكم ومغاربه نيس كتبغيو مواطنين المغاربه، بلوكيوها ولا سينياليوها لان كتوصل لكم كل الاخبار زائفه كاذبه خاطئه. حنا راه جنود مجند وراء صاحب الجلاله الله ينصرو، وكنتمنوا السياسه ديالو وكنتمنوا القرار ديال تامين القرقرات، وحنايا كنا مع اخواننا الصحراويين ما عندناش معاهم ولو ضره وحده ديال 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 هذا، حنا ديما قلبنا معاهم وديما غنبقاو نجيو من عندهم وديما درنا صله رحم وديما غادي نبقاو دائما حنا يد في يد ان شاء الله تنمشيو بالمغرب الى الامام ان شاء الله.